هيموت ازاي؟ ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما اقول اي حاجة عاوزكم صلاة على النبي. عليه السلام. سكون الله. قول لا اله الا الله. عاملين ايه؟ مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحاجات الجميلة. اغسل وش واجي عشان انا مش قادر. عاملين الدنيا ماشية ازاي؟ يعني الواحد بيستحمى عشان يخش يستحمى، عشان يطلع يخش يستحمى تاني. بتاع النهارده طبعا تحدي جالنا على 10,000 شدة. يعني انت هو الاكونت. التحدي طلب مني ان هو يبقى سولو سكواد. يبقى سولو سكواد، لازم سولو سكواد. قبل ما فيش مود، لا سولو سكواد وعدد كلات معين. كل الكلام ده كان باعت لي كذا كود يعني، فهو هتعرف كل حاجة في الفيديو يعني. مش هطول عليك، بس عايز اقول لك ان انت هتتفرج على فيديو مليان جمدان. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك، عايزين نوصل يعني 10,000 لايك، 11,000 لايك. نيجي منك يا عم، اشترك بالقناة وعايزين نكمل. 500,000 عايز الجرس كل يوم 9:30. ليتس جو. بقالنا ياما قوي يا جدعان ما خدناش تحديات. بس تحدي كالاتي بيقول اهو، استنى بس قبل نوصل اللعبة عشان اسمعوا. هي سهلة وكل حاجة، الفكرة كلها ان المود اتشال، بس هخش احاول اجيبها يعني. لا صح، الشرط الاخير انه من غير مود. لازم يحط التاتش، فاهم انت؟ ثلاث محاولات. الشرط الاخير من غير مود، فاهم؟ هو ما يعرفش اصلا ان المود خلص، بس هو بقى قال لك يحط التاتش بتاعه. من غير مود 20 كان وين رينج، بتلعب رينج، بتلعب اركيد، ايش دعوه 20 كان وين 10,000 شهر. على كل كلمة جديدة يعني لو جبت 30 كان ايه يا كلاب واحدة، ايه كلاب عشا ولا ايه؟ الله ان شاء الله يا زميلي. صلى على النبي. هنا سلاح اي كي ام تحت، بس انا نزل دكتور حبيب قلبي. واحدة واحدة يا اسطى، يا اسطى والله البيكا علقت لوحدها. النت بينج عالي ده ولا ايه ده؟ يا اسطى ما اتكتش على البيكا. اللي بعده على زميلي. يا اسطى اللي انت عامله في دماغك يا شباب الدومه دي فنيش وعجال. يا زميلي ده لا ليه ايه؟ ايه ده؟ مين ده؟ ايش بتسأله؟ ايه ده بيعمل ايه ده؟ ايه ده ولا لا؟ حزيقة دول باين عليهم، فاهم؟ لو كان معاك سكوب 8 يا رش. لو كان معاك سكوب 8 كان زمانهم ماتوا حزيقة فعلا. في ناس على اليمين، خلي بالك. اوبا. واجهة شرسة. الله. لكن سبحانه بسم الله المعين. تف تف ان شاء الله طول يا زميلي. يا زياد دي لازم عايز تبي سنايب يا زياد. عايزيني بقعد التحدي ايه ده؟ خلاص عليك التحدي يا رش. اخلص موت يا رش. هجيلك موت انا غفلت يا رش. يا لا ولا كنت هموت انا كمان. هات يا زميلي، هات 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 لوتك. ايه اللوت ده كله؟ انت ايه؟ انت موت يا زياد بجد؟ والله غفلت. حقك جاي. ابني ده كان رش زياد. تفتحش عليا الاكونت بقى ما تبقاش رخم. لا مش هفتح عليك الاكونت، هقول لك احنا كل واحد قاطع بقى له ساعه. حدفت اتبند على طول. قسما بالله رش قاطع بقى. عارف انت العماره؟ ايوه شايف انت العماره قدامك دي؟ على يمينها بقى. ايوه ايه ده؟ تيم فيكتور يا زياد. ابعد عنهم دول يا رش. تيم فيكتو يا زياد. اللي معاه الدعبس. تم
ما يصحاش ايه؟ مساء النور يا فندم، رسالتك ايه يا فندم؟ هوبا! طيب يا سيدي شكرا. طب اخلص اللقمة طب، اخلص اللقمة اللي بقي طب. ايه قلت ايه؟ سفاحة دباح. هو في ايه يا اخوانا؟ في سي اس يا غالي؟ حالف اصلا؟ ايه الجلع مظبيط؟ الو؟ يا صاحبي سامعك. يا عم انت مش سامعني ولا ايه؟ الو 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 سلام عليكم. لا يا زعيم، استنى بس عشان عايز الكلات دي. عندي تحدي 20 كلاية، عندي تحدي 20 كلاية. صانع الجلع انت قابل في الاخر يا زميلي. اوعى تقتلني يابا. بقول لك ايه يا رش؟ ايه؟ زيرو معايا، ها زيرو معايا في التيم. بسيل عليه يا زميلي. ايه ده؟ رش يا اسطى. ايه؟ طب اروح انا هخطف في كلات عشان عندي تحدي. اقسم بالله متابعك بص على اليوتيوب. متابعني على التويتر حبيبي والله. خلصانة يا معلم. هو في ايه؟ ايوه التيك توكر. خلصانة يا زعيم. مسا مسا. انا قلت لك لو قلت انا قابلتك حبيبي اخوك. يا جدع انت بتمشي ورايا ولا ايه؟ جدع عن البند كده والله العظيم. زيبو مساء الفل. طلع على بيك كام واحد معايا؟ بس 18000 كيل كده، 18 كيل في المباني سكول. دي بي اس كده، مش دي بي اس، مسدس. انا زهقت من المسدسات يا جماعه. ممكن تضرب؟ يا لهوي على الخطفه، مش عايز يضرب والله العظيم. حبيب قلبي ولا زميلي حبيب اخوك. انا عايز اشرب واحده حاجه ساقعه. بش 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 زميلي. اما مسدسك يا باشا. اوف اوف ايه ده؟ كل ده هنا؟ بس خلصانه كده يا جدعان. ايه يا اسطى كل ده؟ هو الجيم ده غالي. ماشي حلو قوي. ده مش كاب التفاؤل. خش على الجيم. اصلا تعالى بقى تعالى دي بس انت عرفتنا بيها دي. هتبقى كده جاهز ايضا شداتك. حلو بص اقول لك ايه ده، ما نجيبهم فلوس احسن. مش عايز شدات، انا عايز فلوس. ايه رايك ايضا نخليهم ماني؟ فكك بلا شدات بلا زفت يا عم. عايزين فلوس في الحقيقه، عايزين نختني يا جدعان. عاوز فلوس بقى، عاوز اختني. وفين بس فين الدب ده؟ وينه يا لهو علين ده؟ السلام عليك يا زميلي. انت عندك بايظ يا زميلي. حبيب زميلي ايه؟ قول تاني كده. هو انت بتتكلم عننا؟ انا لازم امسك الدعبس يا غالي. اصلا
صاحبي في فليق اهم منك يا صاحبي. ايوه بس في فليق اهم منك. هات يا قهوة. حبيب قلبي احمد، احمد زميلي وميتوس وجوزك. يا لهوي على اللي هيحصل. موتنا كده، حد كده بوظ. اسمع بس مين، خلاص بقى وش مسك الام هيعمل لقطه، يعني هيعمل لقطه وهيموت نفسه. زي البصل يا حبيبي، الجيم خلص بسرعه ليه كده؟ انت عايز تجيب 30 كلايه، خلاص 29 كلايه، 28 كلايه. طب اي حاجه، با 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 با، هنضرب وهنقول حي. حبيب قلبي. يا لهوي على الطلقة اللي انا كنت هاخدها. طب يا جماعة حد يتكلم، حد يتكلم. استغفرك واتوب اليك. استغفرك واتوب اليك. سلاح زباله. نموت موته مالهاش لازمه. سلام يا صيع. لعبه من غير مودك انها ميته. نزل لي مود يا بابجي. السلام عليك. والله يعني انا نزل دوب عشان اخد دي مثلا، يعني انا ضرب عشان اخد دي. حبيبه دوب. يا لهوي ايه المنظر اللي انا شايفه ده؟ بقى عليا بقى في الهنجر. طب انت حلو، انتوا خمسه ولا ايه؟ مش فاهم. بس ما جاش يوم. استنى ازاي؟ بص ازاي؟ بص المنظر المرعب ده لزياد. يلا بص المنظر المرعب ده. بقى على كلهم عليا. اقعد انت ساكت. واحده مزيكا رش. طب مزيكا يا اسطى، هو مجلش كده يا اسمي. مش معقول انا هتجلي مني كل ده. والله ما عارف. عارف تيجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسف شو مسوي. ماشي. اللعيب نص الكون. ايه موتوا. مش هيموت ازاي؟ ايه؟ اتنين؟ مش عارف ازاي بس انا سمعت حاجه سمعت. ايوه ايوه خايف ان اخر واحد ده يغفلني يا زياد، مش عارف مكان. هما اتنين تقريبا كده باقي كلها رش. هو لازم اجيب وين اصلا؟ هو جبت لعبه بقي لك اتنين، حاول تروح البيت. طيب عايز اخد الدب ده اجيب غير سلاح. باقي اتنين؟ لا لاعب المفروض ثلاثة تقريبا. جبت واحد كده. على فكرة بتيجي فيها يا غالي. سيبك يا رش بالله ما تقفش كده. هو كده بقى واحد هناك تقريبا، انك جبت اثنين. هم كانوا أربعة. لا كانوا أربعة. كان بيعدي الناحية التانية مع المشكلة إن آخر واحد ده أنا مش عارف هو فين. اللي هو كل رش كل وناية. حتى لو هجيب آخر واحد فاهم؟ لعيبة خلاص رش والنهاية بقى. انا اقول لهم انا اقول لهم عايزهم فلوس يا معلم. انا عايزهم هما طيارتين يا رش. طيارتين بقى مش هخسر منك حاجة. طيارتين ايه بس؟ انا هاخدهم ماني، هاخدهم ماني.
عايزين نروح اللي بالي بالك. اه هجيبها وين يعني هجيبها وين؟ اللي بيحصل فيا يا رش، اللي بيحصل فيا لو طلع لك واحد من ورا رش يا ابني. هما اتنين قدامي يا زياد، واحد اهو. ايوه اهو جامد. دي طرف زوم كوتش يالا 10000 شاده، 10000 شاده يابا. 120 دولار ولا 130 دولار؟ انا اخدهم يابا فلوس يابا. سلس يا روش، انت اصلا جازك غالي يعني. اقعد ساكت اقعد ساكت اقعد ساكت اقعد ساكت اقعد ساكت. انا ابيض اقعد ساكت. ايوه والله قللت الجاف وانا بصور. هي جاي هي جاي. لا ما تخرج يا روش، نك على اليمين خلاص. روح بوش عليها. ايه ده اللاعب روش؟ انا ارتحت نفسيا بقى. انا كزياد ارتحت نفسيا. حبيبي حبيبي انا حبيبي عيال جميله جدا. نزلوا المود يا بابجي عشان نجيب كيلات اعلى من كده بعد اذنكم يعني. خلاص هينزل النهارده. جبت 22 كيل اهي ده، وبعد اذنك عاوزهم ماني، مش عاوز شدات. انا ما بحبش الاكونت، ما بحبش بابجي اصلا، مش بنزل انا. وانا ارش ابعت تابع انا نص وزياد النص. سهله بسيطه جدا احلى بس كده. الله اكبر، ده وصل له نصيبه يا جماعه. ايه ده، بعت لي فلوس.